بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان. أرحب بكم وبحضراتكم في هذا المساء الرياضي المغاير في جائزة زايد الكبرى لسن اللقاية، ويوم خاص بسن اللقاية. على بركة الله أعلنت انطلاقة الشوط الثامن للقاية القعدان المهجنات. ترحيبنا بكل الشعارات الحاضرة والأسماء المتواجدة مباشرة مع الصدارة ومع المركز الأول، لأتابع مقدمة الشوط الصدارة الأولى. من يحتل الصدارة؟ من يحتل المقدمة؟ أتابع رمحان سعيد بن محمد بن عبيد بن سعيد الشامسي مقدم الرمحان مع المركز الأول، بينما المركز الثاني القادم والحاضر منصف هو القادم، عبد العزيز بن حمد بن حمدان الوهيبي يقدم لنا شعار المركز الثالث القادم والحاضر شقران محمد بن سالم بن عوية الشامسي قادما بشعار المركز الرابع. أتابع القدوم من متعب جويعد بن راشد بن صالح المري يقدم شعار، بينما المركز الخامس القادم والحاضر أتابع سامر سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي مقدما لشعار، بينما الدور دور المركز السادس لأتابع مبلش حمدان بن مبارك بن عبيد الشامسي مقدما لشعار. انتقل إلى المركز السابع لأتابع انطلاقة رماح محفوظ بن خميس بن علي الجنابي يقدم لنا شعار، بينما المركز الثامن أتابع القدوم والحضور في هذه اللحظات القادم المارد خليفة بن سالم بن إيداء المنصوري هو القادم. المركز العاشر أتابع القادم في هذه اللحظات المنطلق كفو محمد بن بيات بسم المنصوري، هكذا نداؤنا يا اخوان ينقضي للعشرة المراكز الأولى المتقدمين. أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول منصف ما زال مع الصدارة عبد العزيز بن حمد بن حمدان الوهيبي الوهيبي يقدم لنا شعار ويحتل المركز الأول. المركز الثاني القادم بكل قوة، أتابع القدوم والحضور، أتابع رمحان سعيد بن محمد بن عبيد بن سعيد الشامسي هو القادم هو الحاضر، بينما المركز الثالث القادم شقران محمد بن سالم بن عوي الشامسي يقدم لنا شعار. المركز الرابع القدوم والحضور من كفوة محمد بن بيات بسم المنصوري هو الحاضر ويقدم لنا شعار، والأسماء اللي حضرت القادم مبلش حمدان بن مبارك بن عبيد الشامسي يقدم لنا شعار. اجتمعت الشعارات، اجتمعت الأسماء، ولكن العودة إلى الصدارة منصف مع المركز الأول عبد العزيز بن حمد بن حمدان الوهيبي يقدم لنا شعار، يقدم رمحان مع الصدارة ومع المركز الأول. لكن الأسماء اللي وصلت القادم السامر سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي يقدم لنا شعار،
والقدوم والحضور في هذه اللحظات. القادم شقران محمد بن سالم بن عوية الشامسية 1200 يا أهل اللقاية 1200. وما زال الوهيبية مع رمحان مع المركز الأول مع الصدارة، بينما الأسماء اللي حضرت الأسماء اللي وصلت أوصلت شعارات ليتقدم ليحضر في هذه اللحظات. مشكور سعيد بن سهيل بن عبد الهادي المري يقدم لنا شعاره والقدوم الحضور. القادم بين سهيل بن رملي بن محمد العامري، والقادم القادم الوافي منصور بن سعيد بن ناصر الهاجري، ولكن مشكور سعيد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري. طار المري طار طار بالفوز وبالناموس بسم الله عليه وحواليه، طار مشكور طار بالانتصار وبالفوز، ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، طار مشكور بالفوز وبالانتصار سعيد بن سهيل المري. سلام من الله عليكم يا مالك مشكور، يا مالك مشكور على هذا الفوز والانتصار. مشكور 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 سعيد بن سهيل بن عبد الهادي المري تانينا، والناموس لحظة وصول. مشكور معلن الفوز والانتصار. المركز الثاني كان بين سهيل بن رملي بن محمد العامري، المركز الثالث الصداوي خلف بن راشد النايل الشامسي، والمركز الرابع شقران محمد بن سالم بن عوي الشامسي، المركز الخامس المركز الخامس سمهوي عوض بن مبارك بن سعيد الميري. اذا تهانينا والناموس لمالك مشكور سعيد بن سهيل بن عبد الهادي المري. 7 دقائق 17 ثانية 52 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني بين 7 دقائق 32 ثانية 7 دقائق 22 ثانية 88 جزء من الثانية. تاني لمالك هذا الشعار سهيل بن رملي العامري. المركز الثالث الصداوي 7 دقائق 23 ثانية 29 جزء من الثانية. تهانينا لمالك الصداوي خلف بن راشد النايل الشامسي. تهانينا والناموس للجميع.